بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نزعنا لكم برنامج جديد، برنامج جعل جهازك مثل جالكسي، هو برنامج بلو ستاكس، لكن كثيرين منكم واجهوا مشاكل في هذا البرنامج. فكان أول البرنامج مادعم من اللغة الإنجليزية بس، أما الحين الإصدار الجديد اللغة العربية والإنجليزية. خلينا نشوف ايش اول شيء متطلبات البرنامج. برنامج بلوستاكس يحتاج الى نت فريم ورك والجافا، لكن قبل كل شيء لازم يكون عندك كرت شاشة، يعني يكون متوسط، يعني بس يكون يعني مايل انه يكون قوي، عارف كيف؟ ورامات، اهم شيء الرامات. ممكن بعض منكم واجه مشاكل عند تنصيب البرنامج، بيجيله على كرت الشاشة الجرافيك مثل زي كده، فلازم يحدث كرت الشاشة. في بعض مشاكل الرام، يكون عنده الرام واحد ولا يكون عنده الرام واحد ولا أقل من واحد، فما راح يثبت مع البرنامج. السبب عنده من الرام، لكن بصفة عامة لازم يكون الجهاز أغلبيته يكون يعني محدث، مثل زي كرت الشاشة زي كل حاجة. فأنا أنصحكم ببرنامج اسمه سليم درايفر، هذا هو البرنامج سليم درايفر. برنامج يعني دور الأشياء اللي ما محدثة، يبين لك إياها إيش الأشياء اللي ما محدثة في جهازك، فأنت تكون تحدثها زي ما الحين بسوي سيرت سكان عن الجهاز، راح يبين لي إيش الأشياء اللي ما محدثة. لكن أنا قد حدثته قبل أسبوع ولا أسبوعين زي ما انتم شايفين، لكن أغلبية الأشياء كان يعني إني قد تحدثت، لكن ولا الحين في شيء واحد إنه ما تحدث، هو في حق البلوتوث إنه ما تحدث. فأنا مجرد ما أسوي له داونلود أبديت خلاص، بعد كذا فبيروح التحديث هذا. لكن بالنسبة لأنك حدثت كرت الشاشة وبقية الأشياء فما راح تبان الحين هنا اللي هي، فنزل البرنامج هذا فتشوف إيش الأشياء اللي ما محدثة عندكم. إنه برنامج بلو سكس يتطلب إلى يكون كرت الشاشة محدث زي ما انتم شايفين. وفي المشكلة الثانية إن الشاشة تكون ما يعني زي البي بي ام، تكون مايلة، ما تكون يعني عمودية زي هذا الشكل. فأنا منزل الإصدار الجديد اللي يدعم اللغة العربية واللغة الإنجليزية. خلونا الحين نشوف مع بعض. زي ما انتم شايفين اشتغل معنا البرنامج. خش على البي بي ام ولا اصلا اي برنامج يجيك اصلا يكون مايل، ف الحين بوريكم كيف تخلوه العمود بهذا الشكل. بس نستنى شوية قبل ما يفتح، لانه لي يمكن يومين 3 ايام كذا ما افتح بي بي ام، فاكيد الرسائل تكون مليانة هذا الواتساب. زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده، نجي نضغط هنا، بعدين الإعدادات change up size، هذا هو
البي بي ام، نخلي نضغط على تابلت. هو اصلا عندكم بيكون مكتوب على هنا، فخليه على تابلت زي ما انتم شايفين، خليه على تابلت، سوي دون. بعد كده نرجع نشوف هذا الشكل. اوكي طيب، نجرب مثلا نجرب زي مثلا انستغرام. هذا بيطفشكم حق الواتساب، لاني كنت حاطي حسابي بعدين رجعت للجوال زي ما شايف. هذا كذا الانستغرام، نضغط عند الاعلام هنا، نجي عند الساعة، اعدادات، تشارج اب سايز. لو رجعنا زي ما كان تشوفوا كيف بتكون الشاشة، شوف كيف بتكون الشاشة، شوف كيف مايلة الأفقية، لكن برجعها زي ما كانت، برجعها زي ما كانت. هذا بطفشكم على الواتساب، change app size، خليها على التابلت، سوي دون زي ما انتم شايفين، رجعت الشاشة زي ما كانت في الوضع اللي كنا نبغاه. وبكذا يكون انتهى شرحنا. اللي يواجه أي مشاكل يكتب مشكلته في تعليق تحت. كان معكم أخوكم خالد محمد المناري، وشكرا لكم.